هول هن كل الطبقة السياسية وزدنا عليهم حاكم مصرف لبنان، حنعتبر انه هن المسؤولين عن سرقة المليارات. اصلا ما في يكون في حدا غيرهم، حطينا كل الاسامي بالدائرة اللي ممكن انها تكون موجودة. اوكي، خلينا هلا نشوفهم واحد واحد ومسؤوليتهم وكيف انه حزب الله منه مسؤول عن ارتكاباتهم. اوكي، بهيدا الجراف حطينا إذن كل الأسامي. خلينا نبلش برئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية ميشيل عون. حزب الله سكر البلد سنتين كرماله، يعني إذا هو سارق حزب الله حطه رئيس جمهورية. أوكي، الرئيس نبيه بري إذا هو سارق فهو الحليف التاريخي بالثنائية الشيعية. إذا اللي سارق هو الرئيس سعد الحريري، حزب الله ما بده غير الرئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة، ما كان بده حكومته تسقط ب 17 تشرين، وهو نبيه بري أصروا بشكل استثنائي ليرجع الرئيس الحريري. مين كمان؟ جبران باسيل، حليف المسيحي الرسمي لحزب الله بورقة التفاهم، واللي وقف معه حزب الله بكتير من الملفات وأبرزها فضايح الكهرباء وسلعاتها اللي بالآخر وقف فيه معه. مين ممكن يكون سارق؟ إذا سليمان فرنجية هو اللي سارق، طيب سليمان فرنجية هو أيضاً الحليف التاريخي لحزب الله وهو أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية. مين؟ وليد جنبلاط. وليد جنبلاط هو ولا مرة غازي العريضة انقطع يوم عن الضاحية. مين ممكن يكون سارق كل هالمليارات؟ رياض سلامة. رياض سلامة حزب الله مدد له بمجلس الوزراء، ما في يكون عم بيحاربه ويكون عم بيمدد له. طب هول هني هاي كل المافيا اللي سرقت البلد وتسببت بالانهيار، ما في غيرهم. في بعض القوات اللبنانية، القوات اللبنانية منا متهمة بالسرقة ومنا على ارتباط بحزب الله، بس منا متهمة بالسرقة. هول هن كلهم، طب كلهم الحزب على ارتباط عميق فيهم، واحد 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 ومغطيهم لبلعاطيهم رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، رئاسة المجلس. هذه السرقات إذا هول هن المسؤولين عنه بطبيعة الحال ما في غيرهم، صارت برعاية حزب الله. المافيا راعيتها الميليشيا. كيف يعني شو خصوا حزب الله؟ الفساد ما يعني فقط السرقة، تأمين الغطاء للفاسدين لبل وإيصالهم إلى السلطة هو من الآليات الأساسية للفساد واستمرارية الفساد كسياسة متبعة وكنهج. وأيضا سياسة الحاكم كمان غطت لبل اشتركت، لا شك في مسؤولية ضخمة لهؤلاء، لكن سياسة الحزب أيضا مسؤولة وبشكل كبير، إن كان لناحية تغطية ورعاية الفساد أو لناحية سياسة الحزب الخارجية اللي كلفتنا أعباء مهولة. كل واحد بالمافيا والميليشيا مسؤول، لا المافيا قادرة تسرق بلا الميليشيا، ولا الميليشيا فيها تفلش سلاحها بالمنطقة بلا المافيا. نحن منعرف أسباب الانهيار كتير منيح ومنا بحاجة لمطولات شرح. الجوع اليوم هو عدو كل اللبنانيين، كلنا كلنا، نحن وبيئة حزب الله بنفس الخندق، كلنا موحدين اليوم ضد الجوع. الجوع ما بيفرق بين بيروت والضاحية وطرابلس، ومعركتنا كلنا واحدة، معركة ضد المافيا وضد